انا هي الام ديال هاد الوليد هذا اللي هو من ثلاثي الصبغي، والمشاكل اللي كنعانيوها لا انايا ولا جميع الامهات هما خصهم حتى مدروس. عندهم الحق انهم يقراو، عندهم الحق انهم يديروا الترويض، عندهم فيما كنمشيو كنلقاو عراقيل. علاش؟ بغينا غير نعرفوا علاش. حنايا الدعم تيخرج، ربما انا خارج او باقي، ولكن فهاد المسائل خصها تتعالج. حنا وليداتنا بغيناهم غير يقراو ويديروا انشطه، لانهم عندهم ما يعطيو، عندهم ما يعطيو. وعندي امثله ديال الدري دابا، انا ملي دخلته مع الاطفال العاديين، واحد الروضه، واحد المؤسسه هنايا في الحي المحمدي الله يجازيها بخير، دخلوه ليا والحمد لله الاستاذات كاع كيشكروه، لا من حيث المعامله ديالو، لا من حيث مربي مهذب ترونكيل ما تيديرش الشغب، خاصو يقرا. احنا ماذا بينا كنطالبوا اننا هاد الوليدات يدخلوا حتى مع العاديين، يكون ادماج ديالهم. بحال دابا مثلا كنشوفوا هاد المراكز ديال ادماج الثلاثي الصبغي 21، هذه غير سميه معلقه في البلاكه. فينا هو؟ اين هو هاد الادماج؟ فينا هو؟ بغينا نعرفوا هاد الادماج فينا هو. ملي كتشوف الدري مثلا في بعض المؤسسات ديال الجمعيات، عنده الدري 30 عام ما تدمج لا في الصناعه لا في التكوين لا في، عندهم ما يعطيو، عندهم ما يعطيو في لاكوافير، عندهم ما يعطيو في لاباتيسري، عندهم ما يعطيو في الرياضه. راه تبارك الله راه كيمشيو الاولمبياد خاص، راه كاينين ابطال، علاش اللي ما يدخلوش هاد الشيء كامل؟ ومن حقهم وعندهم ما يعطيو. وللاسف حنا كنعانيو من هاد المساله هادي، وفيما كتمشي كتلقى غير البيبان مسدوده. حنايا شوفي الوسيط ديما، حنايا عشنا حياتنا كلها. انايا من الناس اللي حاملي الشواهد، كنت حياتي كلها كنقلب على اللي خدمني. جلست انايا وليت دابا ربيت بيت، جيت كنعاني حتى مع هاد الوليد، خاصو اللي خاصنا اللي دخلنا نقريوه. ديما حنا خصنا داك الوسيط بيناتنا، ديما خصنا حنا المعارف باش ندخلو لشي مدرسة. علاش؟ بالمقارنة مع الدول الأوروبية كاين إدماج للطفل المعاق مع العاديين، عنده الحقوق في الترويض، عنده الحقوق. علاش؟ حنا دولة إسلامية، حتى حنا خصنا من حقهم. حتى ما يعطيش هذيك الساعة نشدوه في الدار. حنايا الأمهات ما بغيناش نشدو هاد الوليدات، وما كنخبيوهمش وما غنخبيوهمش، وبغيناهم يقراو، بغيناهم يقراو، بغيناهم شي رياضه، بغينا. ما كرهتش انا ولدي يخرج بطل، من حقه انه يخرج بطل في اي حاجه. اما بالنسبه للخلاص ديال هاد الوليدات، حنا كنخلصوا عليهم كما ذكرت من قبل، اننا كنخلصوا عليهم يعني كاع المدارس مثلا. هذه اللي قلت لكم انايا كدير 24000 ريال ديال عين السبع، ديال اصدقاء واباء كدير 50000 ريال. منين غنجيبو لهم حنايا هذا الشيء؟ نخرجوا نسرقوا باش نقريو هاد الوليدات، اولا نخبيوهم نسدو عليهم في الدار. بحال دابا مثلا انا كنت كنخلص 12000 ريال والرميد، على اساس انهم كيقول لك حنا راه معاونين معاك، راه دافع الرميد، راه حنا نقصنا لك من 24، حنايا نديروك 12000 ريال. انا 12000 ريال جاتني مقصحه. الا قلت لكم انايا عندي 20000 ريال كنخلص بها المدرسه، كنخلص بها هذه، كتبقى لي 6000 ريال في الشهر. اش غندير بها؟ عندنا ليكوش، عندنا الحليب، عندنا زيدوا زيدوا زيد ماكلتهم فينا هي، والله الا عايشين بالبركه ديالهم وحق الله العظيم. وزعما كاينه هذه مساله كيعانيوها جميع الاسر اللي هي ضعيفه، وزعما كنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يحنن قلوب هاد الناس. ومهم المتمنيات ديالنا كبيره لهاد الوليدات، وكنتمنوا لهم اننا حتى هما تشوفوهم يعني مدامجين. اللي كيتعلم داكشي ديال لاباتيسري، اللي عنده بزاف حتى هازين فيه قلبنا بزاف. بحال دابا مثلا كتمشي غير للترويض، الترويض كيعطيوك حصه مثلا في الاسبوع، او لا حصه في 15 يوم. اش غديري هاد الحصه؟ خاصو حصص. الدري باغي يهضر، باغي ينقز، باغي يلعب. واحد الجمعيه هنا يلاه ديال السوسيو رياضي، يلاه مشيت ليها والله الا تبارك الله تفاجئ فيه المدرب ديال التيكواندو، قال لك الدري ما خصوش يضيع. علاش يضيع؟
خصو يقرا، خصو شي رياضه، خصو. انا مكافحه معاه، انا كنخرج بحال دابا مثلا كنوض مع الصباح كنقول غادي ندير لي وغنفعل، وكنخرج بواحد الشحنه، واحد كنخرج عامره بواحد العزيمه. ملي كتخرج لبرا كلشي ما كاين غير الاحباط، سد بيبان مسدودين، ما عندكش، ماشي من حق. علاش علاش هادشي كامل؟ علاش علاش؟ القصة ديالتي مع أنا بديتها معاه مني عنده عامين. مشيت لواحد المؤسسة في حي شريفة ديال تاهي إدماج أطفال ثلاثي الصبغي 21. من مشيت عندهم قلت لهم أنا عندي هاد الوليد أش غندير ليه؟ قالوا لي سيري رضعيه قابليه حتى يوصل 4 سنين وجيبيه لينا. وصلت 4 سنين، مشيت عندهم لقيت البيبان مسدودين. اتصلت بشي ناس قالوا لي الا ما عندكش المعارف ما يمكنش تدخليه، عندك شي كادر في العماله، عندك شي كتعرفي شي 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 مهم هكا، راه يدخل. ما عندكش راه ما غاديش يدخل. جيت نطويت على نفسي وكنقلب وتنقلب تنقلب. هي هذه مشيت هذه ديال المعارف اصدقاء واباء، دخلت عندهم حضرت واحد الجمع العام، عجبني المركز، عجبني الناس اللي فيه وداكشي. قلت انايا واحد الناس اللي نصحوني به قالوا لي راه كاين هذا المركز راه كيعطي الوليدات وكيشدهم. قلت واخا، مشيت ليه. منين تلاقيت مع المديره ديال المركز قالت لي حنا ما بقيناش كنشدوا على حسب العمالات، سيري العماله ديالك ديال عين سبع المحمدي وهما في المعارف، انا بنت الحي المحمدي. قالوا لي سيري العماله ديالك وشوف اشنو غادي يقولوا لك. جيت مشيت عند المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، مشيت عند الاخت النادي هذا هي رئيسه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. قالت لي جوج كلمات اللي خسرت عليا، قالت لي سيري الحي عادل. قلت لها انا بهذا المنطلق هذا، قلت لها انا كنعرف حي عادل وكنعرف حي شريفه وكنعرف المركز ديال المعارف، انا جيت باغا الدعم، لانني انا من الناس اللي ما عندهمش باش يقريو، الاسمنه كلهم باهظه، كاين اللي مدرسه ب 24، كاين اللي ب 50، كاين اللي ب 80 ديال، او هاد الاسمنه راه خياليه. المهم قالت لي سيري ديال الحي عادل. انا يا خرجت من تما كاينه، مشيت للمقاطعه ديال الحي المحمدي، لقيت واحد لافيش معلقه فيه مركز ادماج ثلاثي الصبغي اللي كاين في عين السبع، اللي هو الرئيس ديالو ديال في الحي المحمدي، هو الرئيس ديالو ديال الحي عادل. منين مشيت لتما كاينه عجبني المركز، هذاك الشيء بيان اورغانيزي، داك الشيء زوين، ولكن قلت انايا ما ماشي سوقي انايا اللي شكون الرئيس ديالو، وزائد هذا. المهم انايا ما عنديش كصرف شكون الرئيس وهداك الشيء، حنايا بالينا المركز بنينا يعني غادي يجيبوا اطور زوينين واطور في المستوى، يعني مقارنه مع داك المركز اللي كاين تما كاينه. قلت غنتوكل على الله وغادي ندخلو تما كاينه. بكل اسف ما جاب لي حتى شي حرف. دخلوا الاطور وتيخرجوا من عنده وتيدخل، دابا يلاه جاب شي اطور اخرين وما نعرف واش غادي يقريهم، ما نعرف انا ما داكشي. حنا كتهمنا غير مصلحه الوليدات، خصهم يقراو وصافي صافي. منين ما جاب لي حتى شي حرف انايا داك العام، يعني الكتوبه كيجوني انايا ملونين. منين كنخدم مع انايا في الدار، انا اللي تيخدم مع ولادي، كنخدم معاه في الدار ما تيعرفش حتى القلم، يعني منين جاب داك التلوين اشنو لونيه ليه؟ واش حنايا كيضحكوا علينا؟ ما تلونش ليا، خليه يخربق باش نعرف المستوى ديال ولدي فين ماشي. المهم حيدتو انا من ديك المؤسسه، جيت بقى عام عام كله الدراسه ديال داك العام كامل، الشطيح الرضيح داكشي التهلو الماكله كلشي موجود، ولكن الاطر ما كاينش، ربما هادشي كيبغيو يبانوا به والله اعلم، ولكن القرايه ما كايناش للاسف، لا قرايه لا رياضه لا تكوين لا حتى شي حاجه. والمركز مجهز، المركز عجبنا، ماشي غير انا، يا راه جميع الامهات كيمشيو كينبهضوا بداك المركز، وللاسف ما كيدخلوش ليه الاطر. مشيت انا سيرا كان باغا نقيد بنتي في رود عادي، مول الرود قال لي دخليه معاها. قلت لي انا بالفرحه عليا بكيت انا منين دخل، قال لي دخلي لي، انني انا اصلا كنت كنقلبوا باش ندخلوا مع الاسوياء.
صافي فاش تفتح هذا المركز ديال بنو عبدون مؤسسة اجتماعية حتى هي راه جمعية، الله يجازيهم بخير. الحمد لله دابا والله الا الحروف غادي معاهم حرف بحرف، يعني الدراري عندهم ما يعطيو، عندهم ما يقولوا، خصهم غير المساعدة، خصهم غير يدمجوهم. حنايا ما كرهناش يدمجوهم مع الأسوياء، ما كرهناش. كتمشي مثلا بحال دابا مثلا كنمشي للمدارس ديال هادو لي بريفي ولا المدرسة، تيقول لك لا، بحال كيتخلعوا منه، ما عرفت شنو هو، بحال شافوا شي حاجة ما فهمتش أنايا، شافوا شي حاجة كتخلع، لا ما غاديش ندخلوه، راه غادي يجيو الأمهات، غادي العرق اللي كيديروها غير الإدارات. أما الأمهات هما تبارك الله كلهم كيقولوا لي ولدك تبارك الله، ولدك ما شاء الله، ولدك، يعني كان العراقيل كنلقاوها في الادارات ديال المؤسسات التعليميه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.